هذه ليك ولكل مستمعي لدى الوطنية. دونك اليوم باش نحكيو على البلجدار. أهلا وسهلا. الأسبوع أنا في العادة الحق نعترف أني نمشي ديما للبلجدار، أنا من حبايب البلجدار. حتى أنا نهار الحد مشيت. بالضبط تعرف علاش أنا ديما، أنا وأنا صغير أول رحلة في حياتي أول رحلة خارج المدرسة كانت للبلجدار. دونك ما ننساش معناتها الشجرة نتاع البلجدار، ما ننساش روحي وأنا شاد الطاقة الكشافة تصب في حديقة الحيوانات. برشا عباد ما تعرفش البلجدار تصايبوا كان حديقة الحيوانات فقط. هضبة البلجدار هي 110 هكتار، فيها 13 هكتار هي معناتها حديقة الحيوانات، في نفس الوقت زاد فيها ساحة العلم، فيها الكازينو، فيها نادي الفنون سابقا هو حاليا نادي الضباط، تسلمت وزارة الدفاع منذ 1989، غنوا فيها فريد زكرش، علية، أحمد حمزة، علي ريحية، جاك بريل، زاد كان فيه معارض فنية، كان فيه بيكاسو وميرو، معارض فني زاد كان الهادي التركي، عمار فرحات وغيرهم من مثقفي الجمهورية التونسية والدوليين. دونك في العادة بالفيدير علاش واحد ما ينجمش يعمل يستدعى مثلا نقولوا احنا العائله المواسعه ولا تقوم تعمل نشاط. السلطات ما تنجم تحكي مع المواطن كان عن طريق جمعيات. ولذلك علاش معناتها دونك الدعوه للمستمعين ماذا بينا كان يربيوا صغارهم اللي هما صغار اللي هما صغار على المجتمع المدني باش حتى كي يكبروا معناتها يفهموا ويكونوا معناتها عينيهم محلوله وعارفين البلاد خاطر الدنيا ماشيه تصعب. دونك متساكني العاصمه الموظفين الزويوله ماذا بينا فيها باس عشويه جمعه عشويه جمعه سبت احد زاد يمشيوا يشموا نسمه نظيفه في البلجدار، علاش لا واحد يعمل جاريه مع العائله زاده في البلجدار يهز فطور معناتها معاه يتفتحوا بالعائله في برنامج ما يكلفلوش 15 دينار بالاكثر ولا حتى معاهم 20 دينار حق من رويح تاع التاكسي. دونك عموما احنا اليوم باش نحكيو على البلجدار، انا سعيد جدا اني موجود في بلدي تونس تحديدا في الاداره العامه للطرقات والمناطق الخضراء جنبي سي عادل الطيب السيد المدير العام. صباح النور سيدي. صباح الخير، مرحبا بكم. الحمد لله، مرحبا للاذاعه الوطنيه ومرحبا لكافه المستمعين. الف شكر. ماذا بينا في البدايه ان نذكروا بزياره رئيس الجمهوريه لحديقه البلجدار اللي كانت في 15 فبراير ونسمع المقطع هذا. لا النافورات ما تخدمش، ماهيش قاعده تخدم، ماهيش قاعده تخدم، وساحه الباسور اللي خليتوها هكاك بالشكل هذاك معناها في حين جيت وقلت وانه المربعات يلزمها تغير والنافوره لا ماهيش مخدوم، لا ما تغير حتى النافوره وين الموجود؟ قاعده تخدم ما صارش اشكال، لا فيها الضفادع ما فيها حتى شيء، معناها لا النافوره ولا شيء، فيها الضفادع فيها الحشرات. موضوع جلسه المفروض عمل يومي معناها يتم به من قبل الجهات البلديه، لا شنو هذه معناها شيء صح باش يتقدم معناها يبدأ نلزم نعمل مكالمة لوزارة التجهيز وتجاوبنا مع وزارة التجهيز بعد 3 أشهر ومن بعد نمشي للمقاول بعد 3 أشهر ومن بعد يطلع المغشوش. هذه المفروض تقوم معنا الصيانة الطبيعية اللي تقوم بها المصالح البلدية. إذا نذكروا كانت هذه زيارة رئيس الجمهورية لحديقة البلجدار كانت 15 فبراير. من الوقت ذاك التوى ماذا بينا نعرفوا شنو هي السلطات عملت وين وصلوا في حملات النظافة، شنو هي اللي باش يصير في البلجدار، كيفاش ولا البلجدار. احنا اليوم الصباح عملنا دوره في البلجدار، اللي تبع فينا في الفيسبوك ينجم يشوف الفيديو وتحدثنا مع بعض المواطنين نسمعوهم. انا مثلا ساعة كي نجي وحدي هوني نبدا خايف الصباح بالاخص الصباح ديما في الوقت هذا انت 5 نتاع الصباح تجي نجي ديما وتاتني انا جاي جيت في نهار وحدي فهمتني قابلت واحد تبعني ومن بعد قال لي خويا عندك شي شغل كي تشوف فيه في تيلي سبور قلت له خويا ما عنديش بدا يمشي معايا وحده دخلت به للغابه تبعني للغابه عرضتنا مراه ما نعرفها تجري عندها سنين اكثر من 30 سنه تجري خزر لي قال لي نبركيوها والله وعزت الله بكل وقاحه والله كيف تقول كلمة بالفداية ما تنجم تقول كان يا حسرة بالحق يا حسرة خطر كانت تلمنا الناس الكل وكانت تلم تونس كاملة حتى نمشي وناكلوا حاجة غادي عائلة وندخلوا ونتفرجوا في الحيوانات اتسيتيغا سوفينير كبيرة على الاخر في حياتي ما عادش لاهين به كما قبل ما نعرفش اكزاكتومون واش صار علاش يا حسرة بالفداية يا حسرة بالفداية خاطر ما عادش كي قبل يعني وسخ وبرشا حاجة سخ الحشيش معناتها وسخ العباد الفضلات اللي تعيش فيها من النواحي الكل تو بيناتنا كان تقل مثلا راس انت رئيس البلديه وتحتك على البلديه شنو ناقص باش يولي ناقص شويه تنظيم مثلا تنظيم في برشا مشاكل شنو هو شنو المشاكل؟ ناقص اخزر التيراس كيفاش حتى صغار باش يجيو يلعبوا لهنا ما لقاوش كيفاش الكازون ناقص برشا حاجات معناتها النباتات هذوما اللي عملوهم طاحوا عاود لي مالكم تغيير معناتها ماهمش لاهين بهم نباتات اخزروا لتو ماهمش لاهين بهم بالماء مثلا من هذاك اخزر وين البوبيل هذا الاول كلهم المغادي كلهم مش مزروعين يزرعوا كل ما زاد المواطن معاه سامحني المواطن تو شنو اللي عمل هنا؟ شوف تلقاش مواطن عمل حاجه هنا في مازالت كيما هي لما كيما هي كيما زرعوها القهوه هاي كيما كلها زبالت وكلها باش تموت. شوف صور من غادي البانوات اللي ماهمش مزروعين. الزيتون هنا كيفاه؟ ختام الزيتون في البلفيديرا؟ هاو الزيتون كيرا تربي كي
كانت ثم الجمعيه ذي جمعيه حباب الفيدير حباب الفيدير كانوا يجمعوه الزيتون هذاك ويبيعوه بيو يعملوا معرض ويبيعوه بيو توا شوف قداش عنده من عرض ما همش يحمروا فيه يا راجل طيب في زيتون تربطنا فيه وعزه الله تقولي فيه عالمي بيو ما همش لا مداوي لا حتى شيء. إذا نبيلة كيف ما كنا نسمع في المواطنين يطالبوا بالمسألة الأمنية في نفس الوقت النظافة يقولوا يثمنوا زاد المكونات الغبية الموجودة في بلفيدير كيف ما تقول كيف تم جمعية أحباب بلفيدير اكتشفت البارحة أنه عندهم معرض مازال كيف انطلق ويبدأ من 20 مايو حتى 9 جمعة معرض الزهور معرض الزهور يوميا من 10 نتاع الصباح حتى 8 نتاع الليل في أنواع النباتات الزهور منتوجات مع من الباب اللي فين بلاس باستور ذي من الباب الثاني مش لولاني واضح كيف كيف زاد يا نبيله في برنامج تنشيطي مرافق في علاقه بالبسنه تقليم الاجار تلقيم الاجار المثمره قدام باب بلاس باستور كما قلت في كل عشويه من بين 5 تراشيح حتى 8 نتاع الليل تم ضف سيره نتاع الصعف نتاع الكفوف زاد تم عارضين نتاع فخار دونك بالمناسبه هذه دونك احنا اتصلنا بالسلطات كيف ما قلت لك بحذايا عادل بالطيب سيد المدير صباح النور أما فريق مشترك ما بين وزارة البيئة وزارة الفلاحة وإمكانية أربع إدارات جهوية تابعين لوزارة الفلاحة شنو اللي عملتوا لحد الآن وكيفاش باش يكون البلديتاج؟ شكرا معنا على الحقيقة الاهتمام تاعكم في مخصص البلديتاج اللي هو معناها المتنفس الوحيد بالنسبة للعاصمة نعرف القياس نتاعو اللي هو معناها 1892 معناها الانطلاق معناها التاهية نتاعو عن طريق معناها 1892 وانتهت الاشغال في معناها 1897 وقعد معناها ما يقارب 13 سنه لم يقع معناها فتحه العموم وافتتح معناها بصفه رسميه عام 1910 اذا معناها وبجانب كانت معناها منبت للتاقلم اللي هو كان يزود منتزه البلفدار معناها بمختلف النباتات والمنتزه صحيح في الملاحظه نتاع الاخ كون قبل كانت معناها غابه زيتون واللي هي معناها الخاصيه نتاعها الموضوع بارتفاع معناها 80 متر فوق سطح الارض اللي هي معناها اعلى قمه اللي توا موجوده مهيئه معناها ساحه العالم وكما قلت سيد فضلت سيادتك معناها المنتزه البلفدار معناها غني غني جدا معناها أنواع النباتات النادرة الأشجار الموجودة بخلاف بالضبط ما يقارب معناها 100 نوع من الأشجار ما يقارب 50,000 معناها شجرة معناها في العموم زيد على ذلك معناها الثراء الموجود معناها على خلال معناها قبة القبة القبة اللي هي معناها من 1900 معناها اللي وقع معناها تنقيزها في منتزه بلفدير واللي هي مصنفة معناها من عام 1894 وهي أصلا من القرن السابع عشر كانت موجودة في قصر حمودة باشا واللي هي عام 1900 وقعت معناها مشاركة فيها في مخص في المعرض العالمي في باريس وبعد رجعت وركزوها في البلفدير باش نزيد نوضح للمستمع أكثر لو قبة الهواء الموجودة في البلفدير كانت موجوده في قصر الورده بالضبط في منوبه تفكيكها ومشات للمعرض العالمي في باريس عام 1900 وبعد رجعوها ركزوها في البلفدير بالضبط شنو هي علاش في القيمه القيمه الرمزيه فيها معناها الطابع المعماري معناها الاسلامي فيها خمسه معناها قبب شوف فيها معناها كل الخام فيها من فوق كل معناها التراث الاندلسي بالضبط وهي موجودة على معناها ارتفاع ما يعبر بها بقبة الهواء يزيد على ذلك عنا زاد الميزة اللي هي معناها كيف زاد معناها معلم تاريخي عنا الكازينو كما تفضلت انت به اللي هو نادي معناها التحليل الضباط بالضبط عنا زاد الدوامس لتونال اللي هما تعملوا دوامس على انفاق بالحرب الاهليه الثانيه بالضبط بالضبط معناها خمسه معناها انفاق عندنا زاد بو بالنسبه لحديقه الحيوانات تفضلت عليها اللي هي معناها موجوده على مساحه 13 هكتار اللي تعملت في الستينات واللي معناها فما يقارب اكثر من 100 نوع منها من الحيوانات وشهدت تحقيق اول التطورات بالنسبه للحديقه من بين الاشغال اللي قام بها بلديه تونس معناها فما توسعه بالنسبه للسيوده بالنسبه زاد
القرود كيف كيف هذا معناها للتمساح للتماسيح دون الحقيقة فما معناها فما تطور نشاط بين الإضافة معناها إذا كان واحد شي زورته واحد يحيوانات الفيل زاد اللي صار عليه برشا معناها موجود شيء لا لبس عليه لا تنجم تتفرض وتشوفه معناها الحقيقة موجود موجود كبير ياسر نلاحظوا زاد معناها ما يقارب سنوي ما بين 800 ألف و 900 ألف زائر معناها للحديقة كل عام كل عام بالضبط كيف الأعياد نوصل بال 20 ألف ب 30 ألف معناها معناها زواء شوف معناها الضغط وهي بالحقيقة المتنفس الوحيد بالنسبة لل هي مكسب وطني وزارة الدفاع تسلمت المسبح زاد بالنسبة لذاك المشروع معناها بالحقيقة السيد الرئيس معناها معناها اللي تبع حرص عليه ومتابع من لدنه هو وفما مؤسسة خاصة اللي هي معناها تكفلت بالأشغال وتحت إشراف الحقيقة معناها وزارة الدفاع الوطني وبالتنسيق بطبيعة الحال مع البلدية الأشغال الحقيقة قاعدة معناها بتقدم بنسق سريع وإن شاء الله نكونوا معناها في المواد اللي بالضبط تذكير أن عظبة بالبدارة الحالة هي 110 هكتارات بالضبط. إلى حد الآن المؤسسات المشرفة على المشرفة هي وزارة الدفاع بالنسبة للمسبح بالضبط. بلدية تونس بمرجع النظر بها تسراف عندهم على بالضبط. البدارة في نفس الوقت مساعدة وزارة الفلاحة عبر أربع مندوبيات أربع مندوبيات بالضبط كما قلنا أي بالضبط إضافة وزارة البيئة زادة في حدها الفرق اللي مش نلاحظوه من هون للصيف مثلا شنو لا لا الفرق بالضبط زاد احنا زاد بتاعنا زاد الصيانه بتاع شبكه الري زاد صحيح اللي معناها في بعض الخير لحد معناها نقص في الماء صحيح دونك المقطع في الصيانه مع التغيرات المناخيه مع النقص في الماء فما ترشيد في فيما يخص الاستهلاك هذايا كيف كيف الوقع صيانه النافوره اللي موجوده على الحوض المائي دونك نشوفوها كقاعده معناها تخدم بانتظام والحقيقه هذايا زاد احنا سنويا ديما عندنا برامج اللي هو توقي من الحرائق يتقع الحاجة في إزالة الأعشاب وزارة الفلاحة الحقيقة مشكورة معناها دخلنا دخلك عن طريق الإدارة العامة للغابات وعن طريق أربع مندوبيات معناها بتوفير العمل اللي باش ندخل في وسط البلبدار يقع معناها الصيانة ويقع التنظيف معناها توقي الحرائق والحقيقة هنا نحاولوا من خلال معناها تهيئة الفضاءات باش نجلبوا زاد الزوار اللي مش معناها ما بين الباب الأول والباب الثاني دونك يقع مثلا على مستوى عندنا بحث الدوامس عملنا تهيئة مساحة اللي هي باش نجلبوا أكثر معناها الزوار عن ساحة العلم زاد كيف كيف معناها اللي هي العلم الوطني ونعرفوا معناها بالضبط الرمزية نتاعه دونك العباد دولة تجي غادي دونك هذه في البرنامج نتاعنا باش معناها الزوار ما يركزوش عليها وهي أكثر حاجة الحقيقة للسلامة هي كي تبدا معناها فما كما نقولوا ليماسيون فما العباد تزور هذيك راهي تنقص وتقلص معناها من واحد بالمناسبة دعوة للمدارس والنوادي الثقافية والجمعيات في حدادها باش تتصل بكم او تتصل بالمجتمع المدني بالضبط جمعيه احباب البلديه الحقيقه الجمعيه منتسبه والحقيقه اننا الدنيا سخونه نجم نعمل حملات يعاونون الحقيقه حملات معناها تنظيف حملات ازاله الاعشاب هذه الحقيقه دعوه موجهه معناها للخير الكل على خاطر بالفداره مش بلديه تونس بالفداره موروث وطني واحنا الحقيقه مشينا اكثر من ذلك بالتعاون مع جمعيه احباب البلديه على تصنيف البلديه معناها كموقع ثقافي انا نركز عليه خاطر قبل التصنيف في معناه يشمل كان معناه كل ما هو بينايات دوت تعمل ملف ووقعت المصادقة عليه وإن شاء الله الإجراءات قاعدة معناه متواصلة على مستوى وزارة الثقافة باش يصنف معناه البلبداية كموقع كموقع ثقافي فهمتني معناه في 110 هكتارات فما زاد الحقيقة دراسة مشكورة وزارة البيئة بالتعاون مع بلدية تونس ومع الأطراف الكل اللي هو تثمين منتزه البلبداية معناه كل مكونات الكل معناه كل مكونات الكل إعادة التنوير العمومي التبليط الغراسات معناها الفضاء العاب كله هو تأهيل كل ما هو معناها مكونات المنتزه الدراسة الحقيقة حاضرة وإن شاء الله تو نشوفوا معناها توفر الاعتمادات خاطر الحقيقة الاعتمادات معناها معناها ثقيلة نوعا ما ثقيلة نوعا ما دونك وإن شاء الله نأمر معناها في تحسين المظهر هذا من ناحية نحن الحقيقة بالأطراف المتواجهة كبلدية كوزارة الفلاحة كالمجتمع المدني كالمواطنين دعوة البلدية راهم تعرف
راكم انتم الدعوه راهو مرحبا بكم. احنا الحقيقه من ناحيتنا نحاولوا باش في مجال التنشيط. شفتوا زاد اخيرا معناها معرض الزهور اللي هو باش يعطي الحقيقه معناها ديناميكيه، يشوفوا العباد الزهور كيفاش معناها الانبات نتاعهم، كيفاش معناها الانواع، وهذا حافز الحقيقه في مجال المحافظه على الموروث هذا. فما زاد المحال فما مركز زاد الفروسيه موجود في البلفدير زاد اي اللي هو معناها لا لا يدخل الحقيقة هذه معناها عن طريق اللزمة، يعني خير عن طريق اللزمة، أما يدخل الحقيقة في من بين المكونات اللي معناها بتاع تنشيط البلدية. فما زاد مسلك صحي زاد كيف معناها من ناحية سويسرا. بس يقبل مسلك الصحي سمعنا صباح مواطن يحكي كيفاش أنه هو بعض الفجر بعد ديما البلدية لكن الحق ولا كم البركجة تصير صباح بكري. موجود الحقيقة موجود هذه دعوة الحقيقة نحاول احنا داخلية السلطة الأمنية الحقيقة حتى مش مقصرين على تصير دوريات. ممكن دورية قارة في البلدية. هو لو فما مركز الحقيقه مركز امن من شيء الباب الاول والباب الثاني بما لك الحقيقه معناها في الوقت محدود معناها ما يقعدش الخارج اللي بالضبط تبقى زاد راهم يقولوها الفضاءات العموميه هذه بالكبر نتاعها والشاسعه ديما راهو فيها بعض الخصوصيات. احنا ان شاء الله معناها كما قلت حتى من ناحيه التدخل بالشقة معناها تجيب الاشجار هذوما على الاقل باش تبدا رؤيه واضحه فهمتني والحقيقه ونعملوا ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله عبر كده من شيء لينا بيت اي الحيوانات خاطر وجدت صغير وليت في دير مش فقط يشي دور الفرج الحيوانات نفس الثقافة عامة لكن العديد حيوانات اتفتخت وفما بلايك أصلا القفص كان فيه نوع من أنواع الحيوانات وبعد ولا نوع آخر فهذه ما تنسميش لا عينية لا ينطفوهم لا يوطفوهم لا حتى تذكر وانا صغيرة كي مشور في دير أول ما تقرب من الحيوان ولا حتى ترميله بحاجة ما تتذكر شيء فما عون البلدية يجي يبعدك هل حد كيف شيء في البداية؟ فما حتى عون الحيوانات مشيت حديقة الحيوانات في البداية حديقة الحيوانات وحتى البر في حديقة الحيوانات عادي جدا أنه صغار يضربوا في الحيوانات بالباب الثلاثي ما فما حتى حد قال لي ما يجيش والبر ويفما النافورة والبط هذيك صغار يعوموا غاد يعوموا كريمو خاصة بعد ما رجعت مؤخرا يوم وفعلا اليومية البسيطة اللي ما تحقش برشا اعتمادات دونك الصيانة الصيانة البلايك وي صحيح هو راهو زاد من العنصر البشري الحقيقة تعرفوا معناها النقص اللي حاصل معناها مش كان في البلدية وكل في جميع المجالات لهنا زاد الحقيقة نعولوا على المواطن احنا راهو ما نحبش نقول انا معناها فما احصائيات معناها بعض الحيوانات اللي معناها توفيت جراء معناها الكاكيل اللي يطيشوا ساعات بالبلاستيك وساعات كذا دونك الحقيقة معناها نقولوا تصرفات اللي ممكن يقع معناها تتجاوزها نعاونوا زادا هنا على حقيقة الوعي المواطن خاطر زادا ما نجموش كل قفص نحطوا بحذاه حارس ولا كل واحد نحطوا بحذاه حارس الا انا متفاهمين مدى الملاحظات نتاعك خذيناها بعين الاعتبار الحقيقة فيما يخص البلايك هذوما فيما يخص معنا على الاقل في الايام الاحاد هذوما التركيز معناها الحراس على خاصة على الاقل الاماكن اللي فيها معناها تستدعي تستوجب انا بلا كنت صادفت اني تنقلت للبلفيدير نهار الجمعة كان تم موجود وزير الفلاحة في نفس الوقت وزير البيئة وكتب عام بلدية بالضبط. تونس كان كما نقولوا برين ستورمينغ عن صفة الأفكار شنو لازم نعمل شنو كذا دونك ثم فريق مشترك عندهم أكثر من جمعتين تقريبا 25 تويك قاعد معناتها بال وفاتحين بيهم حتى المجتمع البدني بالضبط دعوة في الأفكار وكذا في نفس الوقت دعوة نبيلة للمواطنين وخاصة احنا ماذا بينا المواطن الواعي خاطرين بواحد من الناس ديما نمشي نعرف حد الصباح بالجدار الحق نفرح برشا كيف نلقى مثلا في كل فئات المجتمع طبيب جايب ولاده وجاي معناتها في الصباح باش يعملوا جريه كيف تلقى صحابي تلقى المحامي تلقى العائلات تتعرف على بعضها معناتها شنو زايد على المواطن الاوروبي والمواطن الامريكي باش يلقى هو البارك يمشي يحوص فيه احنا بالبدايه عندنا ثروه وطنيه تاريخيه قيمه رمزيه في مكان في آلية العاصمه في قلب العاصمه دونك هذه هي لفته من وسائل الاعلام الاعلام العمومي خاصه باش نتابعوا شفنا بعد زياره رئيس الدوله بعد نشاط الاسبوع الفلاحه اللي ختمنا بالضبط
دونك وعد ان شاء الله غادي نعبر عبركم والحمله بالضبط. والحمله معناها متواصله بالنسبه للمنتزه العمل المتواصل العمل المتواصل لا لا العمل المتواصل الحقيقه الملاحظات هذوما لا يهمنا تو الحقيقه معناها التفاعل والملاحظات هذوما اللي تعطينا حافز فهمتني هو زاد حتى اكيد انا قلت هذا كما قال سيد كتمام هو بالبدايه معناها كما يقولوا مكسب وطني معناها مش بلديه تونس ولا للناس الكل والحقيقه اي مبادره اي معناها كما يقول تعاون يحبذ به وحنا يدينا مفتوحه للعموم ماذا بينا نطور المنتزه هذا ونحافظوا عليه كما لقيناه الحقيقه احنا كنا صغار نمشيو له كما احنا نخلوه زاد للاجيال اللي بعدنا بالضبط هذاك هو بالضبط. شكرا وشكرا يعطيكم الصحه والفيديو نلقاه العشيه في اليوتيوب. وتحيه كل مواطن واعي وحده وحده يعرف اللي كم حاجات ما يلزمهاش تتعمل ما تمشيش دور الحديقه وتخلي الاوساخ بعد تتفرد لما على الاقل ابسط حاجه اتليست اسمعك للبقايا ما تسيبش تاع الاوساخ لوحهم في سله ولا هزوا معاك لوحهم في دار ولا خيره اما البلديه نتاعنا الكل واي واحد مقول مش فقط البلديه او دار البيئه او غيره بعد حضرتك نعطيكم اسم